لسه بنتكلم عن ازاي انه عقلك يبقى فاهم وواعي لكل التفاصيل من اول انا بصوم ليه وانا عايز ايه من الصيام والفلسفه الروحيه للصيام اللي كل واحد فينا قادر يلاقي من وراها اجابه على السؤال ده لحد ما عقلك يبقى فاهم الاكل اللي بتاكله. واللي دكتور شيري كانت لسه بتقول لنا ده في اكلات بتزود افراز الانسولين واكلات ما ناكلهاش مع بعض. دول معلومتين مهمين قوي عايزين نعرفهم منك النهارده. اوكي الاكل ثلاث انواع اللي هو ماكرو نيوترينز او الاكل البروتين والنشويات والدهون. احنا عارفين ان النشويات دايما بالذات البسيطه مرتبطه بطلوع الانسولين كتير. المهم قوي ان البروتين كمان بيطلع انسولين كتير. امال ايه اقل حاجه؟ الدهون. معقول الدهون اقل حاجه؟ عشان كده دي فكره دايما احنا فاهمين ان البروتين ده هو اللي اكله في الامان براحتي. لا خالص. بالعكس اكل البروتين بالمعقول وباحتياجنا في اليوم الواحد قد كف الايد. ده لو احنا كويسين وسعر قد كف الايد احنا بنبقى حاسين. ده انا باكل كل بالعكس تماما بيتخن وكمان معاه دهون يعني. كل الالياف بتاعت مهما كان شايفينه ما خالي من الدهون هو بين الخلايا بين الفايبرز بتاعه البروتين مليان دهون. فاحنا ناخد احتياج كل اكل كل واحد من دول. على فكره في اكل في مش معنى ان دهون ما بتطلعش يبقى كويسه. في دهون كويسه ووحشه, نشويات كويسه ووحشه, وبروتين كويس وحش. فاحنا بناخد الاكل الغير مثير للالتهاب علشان يبقى فالمهم ان ده الكومبينيشن اكتر حاجه. انه اما باخد لازم احنا اتفقنا ان يبقى فيه خضار خضار او خضار ودهون عليه زيوت او كده, لكن ما يبقاش معاه نشويات وبروتين اللي هي الثلاثه مع بعض. الثلاثه دول لو عايزين نخس لو عايزين نخس ده هيبقى بتاع. اما باخد نشويات اللي كانوا بيعلموه لنا في المدرسه هم علمونا حاجات كتير غلط. هم المدرسه ودكاتره الدايت علمونا حاجات وكل سناكس كتير برضو غلط. وكل كتير على مدار سناكس غلط. بالعكس السناكس الكتيره دي بتطلع الانسولين فبتخلي الانسولين طول الوقت عالي. فعشان كده بتخزن طول الوقت جعان. بالظبط. انا عمال باكل حاجات قليله وفاكر نفسي بخس. الهرم ده كان فيه حاجات غلط. كل نشويات ودقيق وغلط. حتى الهرم كل خضار. كل خضار سلطه الياف نشويات مركبه بروتين كويس زيوت نباتيه كويسه مش مهدرجه. هو يعني لكن ان انا اكل حبوب هو القاعده بتاعت ده برضو طلع غلط.